مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. احتفلت أسو امبارحة بعيد ميلادها بدبي وشاركت عدة صور وستوريات بهالمناسبة، فكل عام وأسو بألف خير. أما عائلة البيوتي ففاجأوا الجميع امبارحة بتغييرهم لشكلهم بلوكات مختلفة، لنعرف بعد فترة أنها كانت فكرة فيديو صورته نالين بيوتي على تيك توك. لقاء قمر الطائي والسلاوي ببث مباشر على تيك توك أثار الجدل، والجمهور عم يحكي عنه بشكل كتير كبير، فهيك تأكدنا أنه الخلاف اللي بينهم انتهى وممكن نرجع نشوفهم مع بعض مرة ثانية. شربنا قهوتكم. خلاص قمر عشان ما تزعلي المرة الجاية بدعمك والله. كتر خيرك. شكرا. عشان ما تبكي أنه صاحبه ودعمه. طب ما بدعم الكل. والله الموضوع شخصنا صار لايف صلاح وطلع أحمد. تمام. مين دعمك؟ مصطفى الخطيب المطنوخ وردة. ممنوع تنحسب؟ لم. أما أصالة المالح فشاركت ستوريهات كشفت من خلالها عدة أسرار عن مفاجآت قادمة طريق على قناة أنا صالة من بعد غيابهم عن الساحة لفترة جدا طويلة وتفاعلهم القليل آخر فترة. عائلة أنا صالة على قناتنا محضرين لكم مفاجأة. كان فيديو حينزلوا يمكن شي 6 فيديوهات ورا بعض خلال شو بيقولوا الأسبوع، مو هذا بس اللي جاية، وحتعرفوا عن قريب. كتير متحمسة وانتو حتعيشوا هيك ذكريات معنا لما تعرفوا شو حنقلكم، انه ترقبوا في كتير أشياء جايين هالشهرين. يمكن هاي اوكي ما حقول شيء. يمكن اما بيسان اسماعيل فصدمت الجميع ببكائها ضمن حلقتها مع كارول ضمن برنامجها على يوتيوب من خلال الاعلان الرسمي للحلقة واللي راح تنزل اليوم، فحكى الجمهور انها ممكن تكون بكت بسبب خلافها مع انس الشايب نظرا كون الموضوع منتشر وبشكل كتير كبير هالفترة، ورح نحكي عن كل تفاصيل الحلقة لاحقاً.